إبراهيم عند الركلة الركنية الآن في تنفيذ ضربة الزاوية لصالح السد. انتظار من بابا جبريل. خمس لاعبين تقريبا من السد في منطقة الجزاء أو ستة. هذه كرة مقطوعة، لا خمسة كانوا، هذه كرة مقطوعة إلى يونغ سولي يونغ. يا سلام يا سلام، لعبة مهاجم. الله، والله قايل لك يا شمشوني، لعبة مهاجم، لكن ولا أي مهاجم، هذه لعبة مهاجم وأي مهاجم من الشمشوني. يونغ سولي يتفوق على المهاجمين في المباراة، يعديه وبكل ثقة يعدي الكرة على يمين بابا جبريل. يا سلام عليك، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الشمشوني ينطق بأحلى كلام ويسجل الهدف الأول في المباراة، الهدف الأول لصالح الزعيم، لصالح الزعيم الذي لا يرضى بالخسارة ويتمسك بالصدارة ويتقدم الآن بالهدف الأول بواسطة يونغ سولي. يونغ سولي المدافع يلعب بطريقة يتفوق فيها على كل المهاجمين ويسجل بطريقة يعجز عنها كثير من المرمى، إلا أن كان عنده فكرة مغايرة، لكن غالباً الهيدوس راح يسددها للمرمى مستغلاً قدم القوية. الهيدوس يلعب كرة، جول! الله! هدف ثاني للزعيم، حطها الهيدوس في الصميم ويسجل الثاني للزعيم. هدف ثاني من حسن الهيدوس وهو الهدف الشخصي الرابع له في هذا الموسم. شوف الكرة مرة ثانية من حسن الهيدوس، خطأ فادح من بابا جبريل، خطأ فادح من بابا جبريل يكلف الخور كثيرا ويدفع ثمن باهظا بابا جبريل. حسن الهيدوس يضعها في المرمى، هدف ثاني لمصلحة السد. الزعيم يتقدم بهدف الثاني في المباراة، والزعيم يأبى إلا أن يتقدم ولا يتوقف عند أي محطة. حتى إن خسر لاعب لا يعني أن يخسر مباراة، لا يعني أن يفرط بنقاط، هو يكسب العلامة الكاملة مع الهدف الثاني الذي يسجله حسن الهيدوس. من يتوعد الزعيم؟ من يهدد الزعيم؟ من الجهات اليسار محاولة عبد الكريم حسن مقطوعة، حسن عبد الفتاح اللي ياخذ كرة ينقلها إلى الجهة اليمين. هذه خطرة 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 خطرة. برافو عليك، برافو عليك، والله والله برافو عليك يا حسن عبد الفتاح، يسجل هدف الاستفتاح في المباراة والكرة فيها تقليص الفارق. هدف الاستفتاح لفريق الخور في المباراة، هدف الاستفتاح يأتي من عبد الفتاح وتقليص الفارق الآن للخور من حسن عبد الفتاح. برافو برافو، بذل مجهود عالي جدا، صلح كرة ورجع استلمها وسددها، تصدى لها حارس وقال خذها مرة ثانية وردها، ردها المرة دي، ردها، جاب هدف تقليص الفارق. 2-1 2-1، ربع ساعة في شوط المباراة الثاني.